وين موجود؟ كله بخير. كيف يصل الإنسان الروحي إلى مرحلة الدموع في الحياة الروحية؟ نرجو إعادة طبع كتابكم الدموع. الدموع ليست مرحلة، وإلا يبقى كل إنسان لازم يجاهد لكي يبكي. المهم مش عندنا الدموع، إنما المهم المشاعر الروحية اللي جوه القلب اللي بيجيب دموع. يعني مش واحد يحاول انه يبكي بالعافيه كده ولما يبكي ينبسط انه بكى، ما تجيش كده. لا، المهم في المشاعر الروحيه اللي يكون سببها الدموع، اللي يكون مظهرها الدموع. واحد بيقول هل الصور الدينيه في حجره النوم حرام؟ لا، مش حرام، لأنها تذكرك بالقديسين، لكن الصور المدشنة بالميرون ما تكونش موجودة في حجرتنا. واحد بيقول هل كل دول العالم تعتبر من دول المهجر كالسعودية وشبه الجزيرة العربية، وهل يوجد بهم كنائس وأيضا الجزر النائية والمتطرفة؟ وما ذنب المهاجرين إليه أنهم لا يجدون كنيسة؟ لازم نفرق بين شخص مهاجر وشخص موظف في بلد من البلاد. يعني موظف وجايز بعد شوية يسيب الوظيفة ويرجع، لكن ما نعتبرش ده مهاجر. ما فيش مهاجرين عندنا في السعودية، لكن في ناس بيشتغلوا هناك ويعاملون معاملة طيبة، لكن مش مهاجرين. وفي بلاد ما فيهاش كنايس قبطية، لأن ما فيهاش شعب قبطي يكفي إن يكون كنيسة. يعني مثلا فاكر لما فتنا على سنغافورة، يعني ملناش شعب هناك، لكن كان في بعض عايزين نعمل لهم قداس من اخواتنا السودانيين والاثيوبيين وحاجات زي كده. فعملنا لهم قداس وسبنا هناك عدة مسبح عشان لما يكون اي اب مسافر ويعمل ترانزيت في سنغافورة يبقى يعملوا لهم قداس. لكن علشان نعمل كنيسة في بلد ونودي قسيس وعيلته، هيصرفوا عليه منين؟ لازم يكون في عدد كافي من الناس علشان يبقى لهم كنيسة، او يصلوا في كنيسة من الكنائس الشقيقة، الكنائس السريانية الأرثوذكسية أو الأرمنية الأرثوذكسية أو الهنود الأرثوذكس. أو الأحباش الأرثوذكس أو الإريتريين الأرثوذكس إلى آخره. واحد بيقول لماذا لم تذكر البشارة بميلاد المسيح إلا في إنجيل معلمنا لوقا البشير؟ هو
ماري مرقس بعتوا للرومان، والرومان ما يهمهمش ان واحد اتولد من ابناء داود او ابراهيم، دول شعب يعني ماسك الامبراطورية. لذلك ابتدى الانجيل بتاعه كتاب انجيل يسوع المسيح ابن الله مباشرة كده، لانه دول رومان ما يهمهمش ابن داود وابن ابراهيم. يوحنا الحبيب في انجيله كانت قصة الميلاد والبشارة كل دي كانت معروفة في الدنيا كلها، لان كتب انجيله تقريبا بعد سنة 90 ميلادية. فتكلم عن الميلاد الازلي للسيد المسيح. في البدء كان الكلمة او كان اللوغوس، وكان عند الله وكان هو الله. ومجرد الميلاد قالوا في يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، ومجدا كما لوحيد من الآب. مجرد إشارة بسيطة، لكن البشارة ما قالهاش. في إنجيل معلمنا متى قال إن الملاك كلم يوسف النجار في حلم وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك أو خطيبتك إليه، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. يعني قبل الميلاد قال. مش ضروري أن كل الإنجيليين يقولوا كل حاجة. واحد بيقول مكتوب أن الله يجعل الجهلاء يأخذون الحكماء والضعفاء يأخذون الأقوياء، كما ان التلاميذ لم يكونوا متعلمين. فهل معنى ذلك ان الله يرفض العلم والتقدم فيه؟ اوعى تكون انت مش عايز تذاكر وبعت السؤال ده عشان كده، لان لاقي السؤال يشبهه برضه. إذا كنت عايز تاخد حقيقة من الكتاب المقدس، خد الكتاب المقدس كله على بعض. فمثلا إن كان بعض الرسل أو غالبيتهم الرسل الاثني عشر ليسوا متعلمين، فبولس الرسول كان من علماء عصره، كان من علماء عصره، وتهذب عند قدمي غمالائيل، وقيل انه درس في جماعة ترسوس، ولوقا الانجيلي كان طبيبا، يبقى معناه انه كان متعلما. وموسى النبي قيل عنه في سفر الاعمال وتهذب موسى بكل حكمة المصريين. ففي ناس كانوا متعلمين جبابرة في العلم في ذلك الحين، لكن ربنا حب يوري ان الكرازة لما تتم على بعض ناس علماء ربما يفتكروهم من علمهم او من فلسفتهم جابوا الكلام ده، لكن لما يكون هؤلاء الجهلاء يتكلموا كلام يفوق المتعلمين يبقى ده معناه من الروح القدس. فالعلم موجود، وناس كتير جدا كانوا متعلمين في تاريخ الكنيسة ومن خريج الجامعات، وربنا اتكلم عن العلم ايضا باسم الحكمة والمعرفة، وقال تضلون اذ لا تعرفون الكتب، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. فالإنسان اللي ما يعرفش الكتب ممكن يضل. وقيل عن السيد المسيح مخبأة فيه كل كنوز العلم والمعرفة. وبعد كده يجي واحد يقول هل الدراسة تعتبر مضيعة للوقت؟
لأنها ليست عملا روحيا سآخذ عليه أجرا من الله، مع أنها تستهلك أغلب وقتي. تأدية واجبك عبارة عن عمل روحي، كون أن الواحد يؤدي واجبه ده عمل روحي، وكون أنه ينجح ده عمل روحي، لأن قيل في المزمور الأول عن الإنسان البار أنه ينجح كل ما يعمله ينجح فيه. وإلا مثلا لو قلت لي مش هاخد عليها أجر، طب يوسف الصديق اللي كان بيوزع القمح في وقت المجاعة، يروح سايب القمح والدنيا تخرب ويقول مش هاخد أجر على بيع القمح؟ لا، ده لازم يكون أمين في كل عمل يعمله. فأنت أمانتك كتلميذ عمل روحي تأخذ عليه أجرا من الله. كمان العلم اللي هتاخده والدراسة اللي هتاخدها هتوسع عقلك وتنفعك حتى في فهم الدين والكتاب المقدس، لأن العلم في حد ذاته بيوسع العقل والفكر. يعني الرياضيات اللي الواحد بياخدها وتمارين الهندسة والجبر، تقول لي مش هروح ملكوت السماوات بنجاحي في الهندسة والجبر؟ لا، ده انت بالهندسة والجبر هتعرف تفكر، هتعرف تحل مشاكل، هتوسع عقلك، وتوسيع عقلك ده هيفيدك حتى في الدين. لكن لما يقعد عقلك مقفل كده ما فيش فيه معلومات، ما فيش فيه تفكير، هتطلع عاجز عن التفكير. ده العلم ليساعد الانسان انه يفكر. كمان لما تدرس اللغات مثلا هتفيدك في الدين، في قراءة الكتب والمراجع اللي كتبت بلغة أجنبية وتقدر تستفيد منها. لكن تقعد كده فاشل في حياتك وتقول مش هاخد عليها أجر؟ لا، هتاخد أجر على نجاحك، على أمانتك في عملك كطالب. ولما ما تذاكرش وتفشل هتكون عثرة بالنسبة للناس، ويقولوا آدي اللي بيروحوا الكنيسة واللي بيحضروا الاجتماعات فاشلين في حياتهم، فتجيب لنا مشكلة. تروح تذاكر وتتجدعن وتبقى واد كويس. واحد بيقول: هل الراهب الذي ترك كل شيء من أجل الله يساويها الله بالمتزوج الذي يعيش في متع العالم؟ بالطبع لا، الرهبان أفضل جدا من الزواج، والراهب هيكون في مكان أفضل في الملكوت عن المتزوج، أليس كذلك؟ وهذا يدعوني للتفكير كثيرا والحيرة بين الرهبنة والزواج. حتى لو أنا لا أستطيع الرهبنة أغصب نفسي على هذه الحياة الأبدية، فما رأي قداستك؟ شوف يا ابني، جميع الرهبان اللي في الدنيا دي كلها من اولهم لاخرهم اذا مشيوا كويس في حياتهم هيروحوا في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب المتجوزين. امال هيروحوا فين؟ رسل المسيح كان فيهم البتول اللي ما اتجوزش زي يوحنا الحبيب، وكان فيهم المتزوج زي بولس الرسول، زي بطرس الرسول اللي المسيح شفى حماته. وفي على جبل التجلي كان موجود إيليا البتول اللي عاش على الجبل، جبل الكرمل،
وكان موجود موسى اللي اتجوز اكتر من واحده، وحوالين صليب المسيح كانت توجد مريم العذراء ويوحنا البتول، وكانت توجد مريم اخت العذراء، مريم اللي خلفت سمعان ويهوذا ويوانا ولوسي، يعني ناس متجوزين ومخلفين. اللي عايز اقوله لك باختصار، ليس الاجر على الرهبنة او الزواج، انما الاجر في السماء على نقاوة القلب، على نقاوة القلب وعلى محبة الله وعلى حياة القداسة. ولذلك القديس مكاريوس الكبير لما جاله فكر ان هو افضل من غيره، ربنا قال له روح الاسكندرية هتلاقي امرأتين متزوجتين اجرهم زيك بالظبط. فالمهم يا حبيبي مش الرهبنة او الزواج، المهم نقاوة القلب وحياة القداسة والبر وحياة الصلاة الدائمة. لكن كون انك انت تغصب نفسك وتروح هناك في الدير وتقعد غصب عنك، ما دي ما تنفعش. لازم نقاوة القلب ومحبة الله وحياة الصلاة. واحد بيقول كل سنة وقداستك طيب بمناسبة عيد النوروز، ما هي علاقة أكل البلح والجوافة بعيد النوروز؟ هو حكاية البلح، البلح الأحمر يعني، بيفكر بالشهداء ودم الشهداء الأحمر، وأحمر من بره وأبيض من جوه يمثل نقاوة القلب من جوه مع الدم اللي من بره. والنخلة بيقولوا أي واحد في الفلاحين يخبطها بالطوبة تنزل له بلحة من زباطة، رمز للاستشهاد ومحبة الأعداء. لكن إن جيت للحقيقة، هو البلح هو فاكهة الموسم، لكن الجوافة دي مش داخلة دماغي يعني، مش عارف لها رموز يعني. بالعكس ده من جوه تدرس الأسنان لو كلها بذور وحالتها حال. البلح أيضا من الأطعمة يعني اللي تدي طاقة كبيرة في الغذاء، لدرجة ان كان يعيش عليها بعض الاباء السواح. لكن جايز تروح في بلد من البلاد ما فيهاش بلح، مش كل بلد فيها بلح، فدول مش هيعيدوا بعيد النوروز ولا ايه يعني؟ مش للدرجة دي. خد الامور ببساطة يعني، لكن اذا قلنا البلح الحمار بتاعه من بره يرمز لدماء الشهداء، طبعا ده ما ينطبقش على البلح الرطب اللي هو اسود من بره، ولا على البلح الامهات ولا السيوي ولا الحاجات دي. واحد بيتكلم عن زواج زوجة الأخ المتوفي من أخيه أو العكس. أنا اتكلمت كتير عن الموضوع ده، إن هذا الزواج غير جائز، غير جائز. لما رجل وامرأة بيتجوزوا بيبقى عيلة الزوج زي عيلة الزوجة،
كأنهم عيلة واحدة، فأخو جوزها كأنه أخوها ما تتجوزوش، وأخت مراته كأنها أخته ما تتجوزهاش. واحد بيقول لم يعترف البيان المنشور في مجلة الكرازة بظهور العذراء واكتفى بالإعلان أن هناك نور فقط، فهل هذا ينفي؟ شوف يا حبيبي، مش كل نور نقول عليه العدل، مش كل نور نقول عليه العدل. أنا بعت هناك ثلاثة من الآباء الأساس، نيافة الأنبا سربمون ونيافة الأنبا يؤنس ونيافة الأنبا غبريال، راحوا يوم وراحوا تاني يوم ما شافوش غير مجرد نور، حاجة بسيطة. غير الزيتون اللي كانت العجرة فعلا بجسم كامل وبتبارك الناس ولمدة طويلة وأحيانا بمنظر نصفي لكن يمثل إنسانة، لكن أي نور نقول عليه العذراء؟ كفاية نقول إنها ظاهرة روحية، لكن العذراء لما نشوفها يكون في شكل العذراء، على الأقل شكل امرأة. دي نقطة. تاني نقطة، إن أنا انتظرت لغاية لما يجيني صورة من آلات التصوير الكثيرة التي كانت موجودة ومن الفيديو، وقالوا لي كان فيه ولا أربعة فيديو هناك وما جابوا ليش حاجة، وقالوا لم يلتقط الفيديو ولا آلات التصوير أي صورة. أقول بإثبات إيه يعني؟ كفاية أهي حاجة روحية عزت الناس وخدت لها فترة وانتهت أو في دور الانتهاء، وأنا شايف طبعا شايف أكتر ما أنتوا شايفين إن الحكاية هتقلب بين الناس وبعضيها وهيخبطوا في بعض. عشان كده قلت في المجلة أنصح الناس بإن كفاية عليهم اللي شافوه، والزحام في هذه المنطقة له خطر. بقول كده وعلى ابن الطاعة تحل البركة ومش ناقصين مشاكل. بيقول نحن نرى ان بعض الاطفال يعمدهم الكاهن بعد الانجيل واثناء العظة، مع العلم باننا نعلم ان الذي يريد التناول من الاسرار لابد ان يكون حاضر الانجيل على الاقل. هم بيكونوا حاضرين وبيكونوا حاضرين قبل كده، بس قاعدين في اوضه المعمودية وفي كاهن تاني بيقرأ لهم قراءات معينة وحاجات كتيرة، بس وقت المعمودية الوقت اللي بيفضى فيه الكاهن اللي هيعمد او الاسقف اللي هيعمد بيكون اثناء القراءات او اثناء الانجيل او الهزل، لكن هم بيكونوا موجودين قبل كده وبيكون اتعمل لهم طقس جحد الشيطان وقانون الايمان وتحليل المرأة، حاجات كتيرة. فانت ما تحبكهاش قوي، ولا انت عايز الطفل ما يتناولش غير لما يكون صام 9 ساعات من نص الليل؟ يعني خليك كده لطيف في معاملة الناس، في ناس يحبكوها بطريقة صعبة. واحد بيقول في كتاب قداستكم الذي ظهر حديثا عن قانون الإيمان صفحة 41، بتقول هو ابن الله بمعنى أنه اللوغوس، أي عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، وبولادة العقل الإلهي من الذات الإلهية سمي ابن. معنى هذا أنه يوجد عقل واحد للذات الإلهية، الآب عاقل بالابن وليس عاقل بذاته، وهذا من جهة الخاصة الإقنومية وكذلك الروح القدس. عايز يقول يوجد رأي آخر، الآب كائن بذاته وعاقل بذاته وحي بذاته،
والابن كائن بذاته وعاقل بذاته وحي بذاته. لا يا ابن، الكلام ده مش مظبوط. والروح القدس كائن بذاته وعاقل بذاته وحي بذاته، الكلام ده مش مظبوط. احنا بنقول الاب كائن بذاته، عاقل بالابن، حي بالروح القدس، لان الروح القدس هو روح الاب وروح الابن. ولو كان كل واحد حي بذاته، ما الروح القدس لازمته ايه؟ وبالشكل ده هتبقى تضيع الوحدانية في الثالوث القدوس، ويبقى كأنهم ثلاثة لكن هم واحد. الابن هو عقل الاب، هو اقنوم العقل، هو اقنوم المعرفة. لكن لو عملتهم كده كأنك هتجيب ثلاث آلهة، كل واحد قائم بذاته، لا. ما ليه يقول انا في الاب والاب فيا؟ انا في الاب يعني انا اقنوم المعرفة اللي في الاب. وحتى لما بنقول هل يعرف الابن تلك الساعة، بنقول طبعا يعرف، لانه اقنوم المعرفة في الثالوث القدوس. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. احنا بنقول ان الانسان خلق على صورة الله ومثاله، خلق على صورته في الفضيلة. وفي اشياء كثيرة، وأريد أن أقول أيضا إنه خلق على صورة الله في القوة. فالإنسان اللي هو على صورة الله لابد أن يكون قويا، لأن الله قوي. وإحنا بنقول قدوس الله قدوس القوي، فدي صفة بارزة من صفات الله. والسيد المسيح كان قويا جدا، على الرغم من انه كان وديعا ومتواضع القلب. قيل عنه في المزمور 92: لبس القوة وتمنطق به، لبس القوة وتمنطق به. وقيل عنه ايضا في مزمور الرب قد ملك، اخر مزمور من الساعة السادسة: الرب قد ملك ولبس الجلال. وبنقول له في مزمور اخر: تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار، تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار، استله وانجح واملك. وايضا نجد انه وصف بالقوة من طفولته. قيل عنه انه كان ينمو ويتقوى بالروح، وكان قويا في اثناء محاكمته، حتى في صمته كان قويا. فقيل من بيلاطس: لست أجد علة في هذا البار. وأثناء صلبه كان قويا، قويا في مغفرته لصالبيه، وقويا في تأثيره على اللص اليمين، وقويا في المعجزات التي حدثت أثناء الصلب من جهة الزلزلة والشمس التي اظلمت والقبور التي تفتحت
والصخور التي تشققت، بل كان قويا حينما لفظ الروح، إذ يقول الإنجيل صرخ بصوت عظيم وقال في يديك أستودع روحي، بينما كان في ذلك الوقت في منتهى الإعياء الجسدي، لكنه كان قوي، وكان قويا في معجزاته، وكان قويا في قيامته، في خروجه من القبر المغلق ووجود الحجر الضخم على باب القبر والحراس، وكان قويا حينما دخل على التلاميذ والأبواب مغلقة. كان وديعا وطيبا يحبه الناس، وكانوا أيضا يهابونه. وأثناء القبض عليه لما قال لهم، قال للناس من تطلبون؟ قال يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. وقعوا على الأرض، وقعوا من المهابة ومن قوة هذا الناصري الذين قد جاءوا ليقبضوا عليه. والسيد المسيح أيضا أعطى تلاميذه قوة، فكان تلاميذه أقوياء. قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي، وقال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. ولذلك قيل في الكتاب إن ملكوت الله قد أتى بقوة، وقيل إنه بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة لقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، كانوا أقوياء. حتى إن استفانوس في أثناء رجمه كان قويا في شهادته للرب، وقال أنا أرى السماء مفتوحة وابن الله عن يمين العظمة، فلم يمت في ضعف إنما مات في قوة، والذين نظروا إليه رأوا وجهه مثل وجه ملاك. التلاميذ كانوا أقوياء، والقوة دي ظهرت في كرازتهم وفي تبشيرهم وفي تأثيرهم على الناس وفي سرعة انتشار المسيحية على أيديهم، حتى أنها امتدت من أورشليم إلى أنطاكية إلى آسيا الصغرى إلى بلاد اليونان إلى روما وشرقا إلى بلاد العراق وجنوبا إلى مصر والخمس المدن الغربية. وقيل في قوة الرسل في المزمور 19 الذين لا صوت لهم ولا كلام إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. قوة عظيمة كانت على هؤلاء الناس، قوة في المعجزات، قوة في خدمتهم وفي كلامهم وفي سلطانهم على الأرواح النجسة ليخرجوها إلى آخر. بل إن الكنيسة نفسها وصفت أيضا بالقوة، فقيل عنها إنها جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش لألوية. لألوية يعني جمع لواء، لواءات في كذا لواء،
مرهبة كجيش بألوية. وبالمناسبة دي تعبير مرهبة كجيش بألوية تورينا ان سفر النشيد ما كانش انشودة حب بين ولد وبنت زي ما البعض بيحاربوه. ده لو واحد قال على محبوبته انها مرهبة كجيش بألوية كانت سابته مشي، واللي كان خطيبها كانت فسخت الخطبة. ده مرهبة كجيش بألوية يقولها على حماته، لكن ما يقولهاش على محبوبته. مثلها في موضوع القوة في سفر النشيد يقول شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. ده لو واحد قال لحبيبته شبهتك بفرس في مركبات فرعون كانت رفصته وسابته. فدي برضو تدل على انها رمز للكنيسة في قوتها انها كفرس في مركبات فرعون، ورمز للكنيسة في قوتها انها مرهبة كجيش بألوية. وفي قوة الكنيسة قال الرب ايضا ان ابواب الجحيم لن تقوى عليك. من هذه القوة ايضا آية مشهورة في فيليبي 4:13، بقولها لكم بالنص علشان تحفظوه: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اذا في قوة جاية من المسيح بها يستطيع الانسان ان يكون قويا، يستطيع كل شيء. ولذلك قيل ايضا في مرقس 9:33 بيقول ايه: كل شيء مستطاع للمؤمن. إذن المؤمن مش إنسان ضعيف. الناس بيفتكروا الوداعة والتواضع من مظاهر الضعف، بحيث إن الإنسان الوديع يبقوا يضحكوا عليه ويستطيبوه ويبقى مهزأ وسط الناس، والإنسان المتواضع يبقى غلبان وتبقى حالة صعبة. لا، المسيحية ديانة قوة، الإنسان المؤمن إنسان قوي، ولو ما كانش قوي ما يبقاش على صورة الله ومثاله. ده قيل عن جدعون، الملاك لما جه يكلم جدعون قال له الرب معك يا جبار البأس. الرب معك يا إيه؟ يا جبار البأس. كلنا أبناء ماري مرقس الرسول، وماري مرقس الرسول كان قويا في كرازته على الرغم من أنه بدأ حياته شابا صغيرا، بدأ حياته في الخدمة، لكن كان قويا في خدمته. جه مصر وفيها الديانة الفرعونية وفيها الديانة اليونانية وفيها الديانة الرومانية وفيها الديانة اليهودية، وهو لا يملك شيئا، لكنه كان قويا في كرازته حتى ملأ الدنيا تبشيرا. الآباء الشهداء كانوا أقوياء، أقوياء في اعترافهم بالمسيح، وأقوياء في عدم خوفهم، وأقوياء في احتمالهم الآلام واحتمالهم التعذيب، وأقوياء ضد التهديد، وأقوياء ضد الإغراء، يعني باليمين واليسار كانوا أقوياء، مع أنهم كانوا في مراحل بيتعذبوا لكن كانوا أقوياء. وكان يحتار فيهم الولاة، وكانوا أقوياء فيما يصنعونه من معجزات، وكانوا أقوياء في مقابلتهم
للمضطهدين. يعني نفتكر لما أريانوس والي أنصنة قابل أنبا فام الجندي وقال له السلام لك يا فام، قال له ما لك والسلام؟ لا سلام، قال الرب للأشرار. ايه ده؟ ماري جرجس كان قويا انه استطاع لما ودوه القصر الملكي ان يقنع الملكة بالايمان المسيحي. فديوقلديانوس قتل الملكة بعد ما امنت بالمسيح، كان سجينا واستطاع ان هو يقنعها بالايمان فامنت ونالت اكليل الشهادة. القديسة دميانا كانت قوية في توبيخها لأبيها حينما أنكر الإيمان أولا وقالت له لا أنت أبويا ولا أنا أعرفك. الكلام ده أثر فيه فذهب واعترف بالمسيح ونال إكليل الشهادة. كانت تقول لا أنا أقعد هادية وأطوع كلام بابي، بابي إيه وبتاع إيه. دي كانت اقوى من الرجال، كانت اقوى من ابيها. الوداعة مش معناها ان الواحد يبقى غلبان وبطلان وتعبان، لا، الوداعة لا تمنع الانسان من ان يكون قويا. الاباء الرسل ايضا كانوا اقوياء يعني، حتى وهم في الأصل، حتى وهم في النفي أو في السبي. ده بولس الرسول لما وقف قصاد أغريباس الملك تكلم بقوة أمامه وقال له أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. ده ايه الجبروت ده؟ فقال له بقليل او بكثير مش انت لوحدك، انما كل الناس بعده يبقوا زي ما خلى هذه الطيور. في ناس يبقوا اخوياء زي ما قال داود في المزمور تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم اخزى. راجل قوي. نحن نريد إن أولاد الله يكونون أقوياء في كل شيء، إنما المهم إيه نوع القوة اللي تكون موجودة عندهم، إيه نوع القوة. القوة في المسيحية هي قوة داخلية روحية في الأول، جايز يكون لها مظاهر من بره، لكن هي أولاً قوة روحية داخلية، قوة في القلب، قوة في الروح، قوة في الفهم، قوة داخلية، وأيضا قوة من الله. يعني ليست هي ذراع بشري قوي، إنما هي قوة من الله. وثالث حاجة قوة تستخدم بطريقة روحية. يبقى واحد قوة داخلية روحية، ثانيا قوة من الله، ثالثا قوة تستخدم بطريقة روحية. دي القوة المسيحية. أول حاجة في هذه القوة هي في الانتصار على النفس، في ضبط النفس، في قوة الإرادة، قوة التحكم في الفكر، في الحواس، في الأعصاب، في الجسد. قوة ليست هي قوة في الانتصار على الآخرين، إنما هي في الانتصار على النفس أولا
والذي يستطيع أن ينتصر على نفسه يمكن أن ينتصر على العالم كله. وزي ما قال سليمان الحكيم، قال إن اللي يحكم نفسه خير من اللي يحكم بديله. ما يكونش إنسان له مظهر قوة من الخارج وهو تعبان من جوه. يعني ايه؟ شمشون الجبار انتصر على بلاد وعلى آلاف، بل على أسد انتصر قوي. شمشون الجبار غلب آلاف من الناس وغلبته دليلة، ولما دليلة غلبته كان ضعيفا. وداود الجبار انتصر على جولياط وانتصر على ملوك وشعوب وغلبته بالشبع، امرأة برضه. عشان كده بنقول ان الواحد لازم يكون قوي من الداخل، قوي من الداخل. القوة الداخلية تأتي من الإيمان، لأن كل شيء مستطاع للمؤمن، وتأتي من الزهد والنسك، لأن الذي لا يشتهي شيئا في الدنيا يكون من أقوى ما يكون. على رأي القديس أغسطينوس حينما قال: جلست على قمة العالم، جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. هذا الإنسان القوي الذي لا يشتهي شيئا، بالتالي لا يخاف شيئا. تأتي من التجرد والنسك والزهد. الإنسان القوي في إيمانه بيبقى عنده قوة إلهية بتسنده، قوة من الروح القدس. وفي ناس أقوياء بطبيعتهم، يعني ربنا خلقهم أقوياء. الإنسان القوي يكون إنسانا منتصرا على نفسه وينتصر على الخطية وعلى الجسد وعلى الشيطان. الإنسان القوي يكون أيضا قويا في العمل، في كل عمل يعهد إليه ينجح فيه وبقوة. في الخدمة يكون قويا في الكرازة، قويا في التعليم، قويا في التأثير على الناس، قويا في الإقناع، قويا في عقله، قويا في منطقه، قويا في أسلوبه، قوة الكلمة. الإنسان القوي يكون أيضا قويا في التوبة، في توبة متذبذبة متأرجحة، يوم مع ربنا ويوم يرجع تاني، ويوم يعترف ويتوب ويوم يرجع تاني. مش هي دي التوبة. التوبة الحقيقية هي التوبة القوية اللي ما فيهاش رجعة، زي توبة داود بما فيها من دموع وبما فيها من توبيخ للنفس وبما فيها من انسحاب قلب، او توبة زكى العشار اللي قال: ان كنت ظلمت احد في شيء ارد اربعة اضعاف. توبة قوية، توبة حولت الخطاة الى قديسين، زي توبة اغسطينوس، زي توبة موسى الاسود، زي توبة بلاجيا، زي توبة مريم القبطية.
التوبة الإنسان بيعاقب فيها نفسه ويوبخها. الإنسان القوي يكون أيضا قويا في محبته، وقويا في بذله، وقويا في عطائه. يعطينا مثلا بالسيد المسيح له المجد الذي بذل ذاته من أجلنا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده في ناس كانوا أقوياء في الطاعة، في تنفيذ الوصية مهما كانت هناك عقبات، زي إبراهيم أبو الآباء لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. يقول الكتاب فبكر إبراهيم صباحا جدا وأخذ ابنه. قوة في الطاعة. من ضمن الأقوياء في الطاعة الملائكة، اللي بيقول لهم داود في المزمور 103 باركوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. طاعة قوية، أول ما يسمع كلمة ينفذها على طول بلا تردد بلا مناقشة. عشان كده احنا بنقول لربنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، كما هي منفذة بقوة في السماء تكون منفذة على الأرض. الإنسان القوي أيضا بيكون قوي في صموده، قوي في احتماله. يعني في واحد كلمة صغيرة تمسه يضطرب ويزعل وينتقم ويرد المرة مرتين، لكن الشخص القوي بيقدر يحتمل. لذلك يقول بولس الرسول في رومية 15:1 بيقول أكتب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعفات الضعفاء. أنتوا الأقوياء تحتملوا غيركم. إحنا عايزين يبقى عندنا قوة في حياتنا الداخلية، وقوة في تعاملنا مع الناس، وقوة في محبتنا لله، وقوة في طاعتنا لله، وقوة في تداريبنا الروحية، بحيث لما نمسك تدريب بكل قوة نستمر فيه، مش نبتدي ونفشل ونستمر وبعدين نرجع تاني. قوة في الاستمرار في الحياة الروحية. نكتفي بكده، اتفضل نصلي. Thank you.